السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم من جديد في دورة اللغة العربية، كتاب العربية بين يديك، الكتاب الأول. ونبدأ اليوم إن شاء الله الحديث عن الوحدة الخامسة، وهي وحدة تتعلق بالطعام. الحمد لله، يعني الطعام موضوع شيق، lovely subject. So, and I'm sure that all of you, you like to know how we talk about food in Arabic. So, now every day you eat maybe one meal or two meals or three meals. Five. Okay, so if I'd like to ask about how many meals you are eating a day, I say, كم وجبة تأكل في اليوم؟ كم وجبة تأكل في اليوم؟ So وجبة meal, and we know في اليوم. The verb for eating is تأكل. And for drinking, تشرب ويشرب. وجبة was meal, I'm saying. نعم. So if you'd like to use تأكل with five or six pronouns, ضمائر, we say يأكل. تأكل. آكل. أنا. Or يأكل تأكل تأكل آكل. تأكلين. نأكل. So يأكل تأكل تأكل تأكلين آكل نأكل. Now for the drinking يشرب. So هو يشرب. هي تشرب. هي تشرب. أنت تشرب. أنت تشربين. أنا أشرب. نحن نشرب. إذن أول شيء في هذا الدرس، كم وجبة تأكل في اليوم؟ Then when you answer, you can say آكل وجبة واحدة or آكل وجبتين two or آكل ثلاث وجبات or آكل أربع وجبات or آكل خمس وجبات. Is this the maximum? ستة وجبات. I think this is. طيب, let me ask you now. سأسأل الآن جميع الأخوة. أنت يا أخ دروس, كم وجبة تأكل في اليوم؟ آكل ثلاثة وجبات. وجبات. ما شاء الله, ما شاء الله. وأنت يا أبا مريم, كم وجبة تأكل في اليوم؟ أكل وجبتين. وجبتين, ما شاء الله. وأنت يا ياسر, كم وجبة تأكل في اليوم؟ أكل وجبتين أيضا. ما شاء الله. وأنت يا فهيم, كم وجبة تأكل في اليوم؟ أكل ثلاثة وجبات. وجبات. ما شاء الله. الوجبات, the normal ones, الفطور والغداء والعشاء. الجميع, الفطور والغداء والعشاء. سو الفطور في الصباح, الغداء في الظهر, والعشاء وقت العشاء. So here you can see the difference between عشاء and عشاء. So الصلاة, ماذا نقول؟ صلاة العشاء. والطعام, طعام العشاء. طعام العشاء وصلاة العشاء. سو بالكسرة الصلاة, بالفتحة الطعام. الفطور again? الفطور في الصباح. منسوب. لا, مفعول به. فأكل. أكل.
يعني أنتم حين أجبتم البعض قال وجبتين والبعض قال ثلاثة وجبات. الآن هل هذا كثير أم قليل؟ ثلاث وجبات كثير أم قليل؟ كثير أم قليل؟ ثلاث وجبات كثير أم قليل؟ كثير. لكن القليل إذا إنسان يأكل وجبة واحدة نقول هذا قليل جدا، هذا قليل جدا. إذا إنسان يأكل وجبة واحدة فقط نقول هذا قليل جدا، لكن إنسان يأكل ثلاثة وجبات أو خمسة وجبات ماذا نقول؟ هذا كثير جدا. فالإنسان الذي يأكل ثلاث وجبات، أربع وجبات، خمس وجبات نقول هذا كثير جدا، لكن إنسان يأكل وجبة أو وجبتين نقول هذا قليل جدا. الآن الناس حينما يأكلون وجبة الغداء، so when they eat the lunch normally what they have on lunch meat اللحم more meat more meat لحم آخر نعم salt السلطة نعم fish السمك نعم الدجاج البيض الدجاج ها أحيا البر نعم شاورما شاورما ها also جمال no there is something goes with these things خبز الخبز والرز والأرز شباكي خبز الخبز خبز يعني all these types chapati pita bread naan all of these we could slices salad we can consider it khobz so all the types of bread so it doesn't matter if it's Pakistani or Afghani or English we consider it khobz so اللحم so if someone asks you say اكل اللحم والدجاجة والأرز والخبز Rice. الآن بعض الناس يأكل as دروس said السمك والسلطة والفاكهة healthy food. Fruit. The healthy food like of Maryam ما شاء الله they like healthy food. السمكة والسلطة والفاكهة السلطة والسمكة والفاكهة. الآن if you eat too much كثير جدا what will happen you'll become big سمين جدا that's in book 2 and if you eat just قليل you'll become نحيف or نحيف جدا okay so what's the weight you consider the person he will be نحيف 50 kilos or 50 kilos will be semi 60 60 كيلا نحيف 60 كيلا نحيف لكن إذا كان إنسان سمين 80 كيلا or more 100 كيلا 100 so 100 كيلا so إذا كان الإنسان 100 كيلا 100 kilos we consider him سمين جدا. If someone 60 كيلا we consider him نحيف جدا or just نحيف. What is جدا? What does that mean? Very. Okay. Okay. Now. So to translate سمين and نحيف سمين is fat and skinny. سمين fat and نحيف thin. Okay. Obese is the more politically correct way of putting it. Yeah, let me see now if you understood what we have seen. So,
أبدأ بفهم. كم وجبة تأكل في اليوم؟ أكل ثلاثة وجبات. وجبات. وأنت يا أخي كم وجبة تأكل في اليوم؟ أكل وجبتين. طيب ما هي الوجبات التي تأكلها؟ ما هي الوجبات؟ خبز. الفطور والغداء والعشاء. الفطور والغداء والعشاء. ماذا تأكل في الغداء؟ لانش. أكل chicken and chips. أوكي. الدجاج والبطاطا المقلية. الدجاجة والبطاطا المقلية. المقلية فرايد. فرايد chips. أوكي. لكن وأنت يا أبا مريم ماذا تأكل على الغداء؟ باستا سالاد. سلطة الباستا. طيب. زيتون. ما شاء الله. أنت يا ياسر ماذا تأكل على الغداء؟ أكل الفاكهة. فاكهة. ما شاء الله. لا تأكل طعام. لا تأكل أرز أو دجاج. ما شاء الله. بنانا. أنت تحافظ على صحتك. You'd like to keep fit and healthy. وأنت يا فهيم ماذا تأكل على الغداء؟ أكل الأرز والكاري. What's vegetables? الخضار. نعم. من يحب السمك؟ السمك والسلطة. ما شاء الله. أحب السمك. نعم. السمك طعام صحي وجيد ولذيذ أيضا. والسلطة أيضا. السلطة مفيدة للجسم. Beneficial to the body. طيب. Let us see now the weights. ما وزنك يا دروس؟ You can say it in English. I'll say it in Arabic. 70 كي. لا. 70 كيلا. 70 كيلا. Remember it. 70 كيلا. 70 وستة كيلا. 76. 76 كيلا. 76 كيلا. ياسر ما وزنك؟ لا أدري. 80. نعم 80. 80 كيلا. كريم. نعم تقريبا. وأنت يا فهيم؟ 66. 66 كيلا. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. أوكي. ليس فيكم أي واحد سمين جدا. There's no one here. Clinically obese. So, but I can say, يعني فهيم نحيف جدا ودروس نحيف وأبو مريم and ياسر not that much. بس أنا سمين جدا. I have to admit. Okay. So this dialogue is clear now, I think. نقرأ الحوار. Arroz, is that rice? No. Do you think they got all these people to model for the books, or are they just taking pictures from them? الوحدة الخامسة الطعام والشراب. الدرس الخامس والعشرون الحوار الأول. انظر واستمع.